أتحدى أي فكر اشتغل ضد التكفير كما اشتغل المنهج السلفي. هو شذوذ في الدين، شذوذ في الآراء، شذوذ في الأفكار. مو مشكلة أن أطرح مسائل الدينية والعقدية، ولكن طريقة طرحنا، أقصد أن يحال كل من يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعباءة الدين لتسميم عقول الشباب. فجوة إدارة الشباب. لكن المشكلة هب في الخطاب الديني حقيقة، وإن كان يتحمل جزء، المشكلة في تجريم الخطاب الديني. كل واحد يعتقد أنه هو الصواب وغير خطأ، إلا أن يرى روحه أنه ناجي، وإلا لم أعتقد هذا الاعتقاد. تجد ضرب 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 في الدين، أليس هذا تطرف؟ أي شخص يتكلم بالدين هو ينشر خطاب ديني. يعني وزارة العدل والشؤون الإسلامية قد تكون نعم أوقفت بعض، وهي حالات شاذة يعني لا تقد تذكر. يعني في البحرين انعكاس للأوضاع الإقليمية والعالمية، فتحميل الإسلام والمسلمين عب أي خطأ يصير، أي خلاف، أي صراع، هو جزء من أجندة أساسية بالنسبة للمنظومة الاستعمارية والإمبريالية. واقعا احنا في البحرين ضربت مثال جميل للتعايش بين مو فقط المذاهب، تعايش بين الأديان. ألاحظ المنامة كذلك، يعني ما بين المآتم والمساجد كان موجود الكنيس اليهودي، موجودة ثلاث كنائس. لما نجي إلى التطبيق للأسف هناك من يستفيد يعني بشكل واضح من عدم التعايش، من إشاعة الفوضى. ألقوا باللائمة في النهاية على الدين، هناك من يحرك ويستخدم الدين مطية لا أكثر. أبرز الأمور اللي قدمها المركز سواء حق الداخل حتى حق اللي برا، اللي هو كرسي جلالة الملك للحوار في جامعة سبينزا. الإشكالية ليست في ما يقال في المساجد أو حتى المآتم، لأن كلها تسير في نفس الخط اللي من مئات السنين، ولكن الإشكالية في مراكز التواصل الاجتماعي ومن يقف خلفه. الوصول إلى قواعد الشباب مو مسألة يعني بذات أو سهلة. بعض أبنائنا للأسف يعني يستخدموا العنف في التعبير عن توجهاتهم الفكرية، يعني في الأدبيات السوسيولوجية يسمونها الفكر الأبوي، وأدري ممكن عن يعني مشايخنا ينزعجون من هالكلمة، بس بمعنى الفكر السلطوي. يعني إحنا في ثقافتنا متعودين إن ما نختلف مع الأكبر منا، ما نختلف مع صاحب السلطة السياسية الدينية. يعني مو فقط السوشيال ميديا قاعد يربي عيالنا، حتى في أدوات تقنية حديثة قاعدة تربي عيالنا.